في هذه الأثناء ينضم إلينا من عمان سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سركيس. ولعل اجتماعات البنوك المركزية المهمة حول العالم يعلو صوتها الفيدرالي نحن في انتظار 26-27 البنك المركزي الأوروبي أيضا اليوم والأنظار تتجه إليه بعد عقد من الزمان ربما سيرفع ويعمد إلى رفع معدلات الفائدة 25 إلى 50 حسب التوقعات. ما هي قراءتكم؟ نهاركم سعيد. بالفعل نحن ننتظر اليوم أحد أهم قرارات البنك المركزي الأوروبي، ويرى الكثيرون بأنه قد يكون القرار الأهم منذ 11 عاما عندما قام برفع الفائدة آخر مرة. تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة على الأرجح ب 25 نقطة أساس، لكن يبدو بأن الأسواق المالية لا تستثني أبدا رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس. لكن باعتقادي القرار الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي هذا اليوم سيكون أهم كثيرا من مراقبة فقط ماذا سيفعل بأسعار الفائدة. أتوقع أن يتم رفع الفائدة 25 نقطة أساس. هنالك ثلاث معضلات رئيسية أمام البنك المركزي الأوروبي. بداية معدلات التضخم التي تتطلب بالفعل رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس. لكن إذا نظرنا إلى النمو الاقتصادي سوف نجد بأن دولا في منطقة اليورو أذكر منها فرنسا عانت خلال الربع الأول من انكماش اقتصادي. فرغم ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.6% وهو الأعلى تاريخيا، لكن دول مثل فرنسا ما زال التضخم فيها حول 5 إلى 6% مع انكماش اقتصادي. فلذلك 25 نقطة أساس قد يكون مناسب. المعضلة الثانية والتي برأيي هي المعضلة الكبرى أمام البنك المركزي الأوروبي هي فروقات عوائد السندات ما بين ألمانيا ودول أخرى في منطقة اليورو. أذكر هنا على وجه الخصوص إيطاليا التي تعاني أيضا من حالة عدم يقين سياسي مع تقديم ماريو دراغي لاستقالته هذا اليوم. السندات الإيطالية عوائدها السوقية أعلى كثيرا من الألمانية، وأستطيع ذكر هنا 206 نقاط بأعلى من السندات الألمانية التي يبلغ عائدها السوقي 1.24 بالنسبة لعوائد سندات استحقاق 10 سنوات. بالتالي أداة جديدة يجب أن يعلن عنها المركز الأوروبي هذا اليوم، هي عبارة عن دعم لأسواق السندات في أسواق السندات في الدول التي ارتفعت عوائدها بشكل كبير. النقطة الثالثة أمام البنك المركزي الأوروبي التي يجب أن يراعيها هو الانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو. الانخفاض الحاد بسعر صرف اليورو قد يتسبب أيضا بتحفيز التضخم المستورد للارتفاع. فهذه النقاط الثلاث تجعلني أعتقد بأن المركز الأوروبي يجب أن يرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس خشية أن تحصل تدفقات نقدية غير مرغوب فيها من دول منطقة اليورو إلى ألمانيا ليزيد الضغوط التضخمية على ألمانيا، لكن في نفس الوقت يضعف النمو الاقتصادي في دول أخرى. 25 نقطة أساس هي مناسبة لكن مع عدم استثناء هذا أي مفاجأة برفع 50 نقطة. نعم سيد سركيس، لكن لو تحدثنا عن الضغوطات التي واجهها اليورو في الفترة الماضية وصولا لمعدلات تعادل مقابل الدولار، إلى أي مدى تحركات الضغوط التي يشهدها اليورو ربما تؤثر على مستهدفات البنك المركزي الأوروبي، وما هي توقعاتك لتحركات اليورو مقابل الدولار في الفترة المقبلة؟ الآن بالنسبة لتوقعات لليورو على المدى المتوسط والطويل هي توقعات سلبية تشير لاحتمال الانخفاض إلى ما دون مستوى التعادل. الفوائد في الولايات المتحدة الأمريكية من المرجح أن تصل إلى مستويات 3.5% أو أكثر في المئة مع نهاية هذه السنة وتحديدا في اجتماع 14 من ديسمبر. لكن في منطقة اليورو الوضع مختلف، فربما سيرفع الفائدة اليوم البنك المركزي الأوروبي مع الإشارة لرفع آخر بالفائدة شهر سبتمبر ربما يكون بخمسين نقطة أساس. لذلك على المدى المتوسط والطويل أعتقد بأن اليورو في اتجاهات هابطة. لكن بالنسبة لتداولات اليوم وربما بقية هذا الأسبوع يجب أن نراقب البنك المركزي الأوروبي ولهجته. فإذا لم يظهر البنك المركزي الأوروبي تشددا كبير تجاه سياسات النقدية هنا قد ينخفض اليورو لحظيا وعلى المدى القصير أيضا. لكن إذا أظهر مفاجأة برفع الفائدة خمسين نقطة أساس مع إظهاره
درجة تشددية كبيرة، فربما هنا سيدخل اليورو في تصحيحات صاعدة قد تكون مؤقتة قبل العودة إلى الاتجاهات الهابطة الإجمالية التي ما زلت أتوقعها حتى هذه اللحظة. نعم سركيس، دعنا ننتقل إلى الذهب وما أدراك ما الذهب، يعني ليس كل ما يلمع الذهب سالي. الذهب دون مستويات ال 1800 نقطة، يعني الآن نتحدث عن ما دون مستويات ال 1800 نقطة، نتحدث عن 1700 دولار للأونصة. دعنا نتحدث عن العوامل التي دفعت إلى هذه التراجعات. أنت تعلم أن قوة الدولار من الدرجة الأولى هي التي باتت تحرك الذهب في الفترة الأخيرة، خاصة أنه يترقب اجتماع مهم للفيدرالي الأمريكي. صحيح، تأثرت أسعار الذهب بشكل كبير بالارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، لكن أيضا باعتقادي هنالك ظروف أخرى داعمة لانخفاض الذهب. بداية، توقعات رفع الفائدة في العديد من البنوك المركزية حول العالم تجعل الكثيرين يفضلون الودائع المصرفية والسندات على الذهب عندما يتعلق الأمر في ملاذات آمنة، لأن عوائد السندات السوقية ترتفع، المصارف أيضا تقدم عوائد أعلى مما يقدمه الذهب في الوقت الراهن في ظل ارتفاع وتوقعات المزيد من الارتفاع بأسعار الفائدة. إلى جانب ذلك، التوقعات المستقبلية بانخفاض الطلب إجمالا على المعادن، وليس فقط المعادن الثمينة وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، كلها ظروف اجتمعت لتضغط على أسعار الذهب. صحيح. ويتداول المعدن الثمين ما دون 1700 دولار للأونصة. نعم. الواحدة. أتوقع أن يبقى الضغط الهابط طالما بقيت توقعات رفع الفائدة. نعم. إلا إذا حصلت ظروف أساسية تغير هذه التوجهات. سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان.